أعلن الوكيل مجلس السيناء في الدار البيضاء أن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة أخبار اليوم يتم من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية. وأضاف بلاغ للنيابة العامة الزجرية في الدار البيضاء أنها توصلت بالشكايات ليتم وضع توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية، كما أن مصالح الشرطة القضائية تواصل أبحاثها في القضية، وقد تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا، وما زال البحث متواصلا وفق البلاغ. وأكد الوكيل العام من جهة أخرى أنه خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية لحد صدور هذا البلاغ، كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.